الوحيد اللي بيحركني ربنا، الوحيد اللي بيحركني ربنا، والوحيد اللي كنت بسمع كلامه وابوس ايده ابويا وامي، فيما عدا ذلك ولا بنادى في الكون. وانا عندي مبدا، اللي بيخاف من الناس ما بيخافش من ربنا، واللي بيخاف من ربنا ما بيخافش من الناس. وانا بترعب من ربنا. قولوا اللي انت عايزين تقول واشتم انا ومراتي المحترمه وبنتي واولادي واهبل يا عبيط. انا عمري ما اتجوزت واحده اسمها هالة ولا اعرف حد اسمه هالة، بس انت عايش في الكون، انت اخترعت قصه ومشيت. انت بتتكلم عن عنتر يالا، بلاش انا في الحاجات دي، بلاش انا بجد، بلاش انا، بلاش انا، بلاش انا. لكن احنا بنختار القصص وبنمشي وراها، وكل ده بيتحقق في النيابه. انت بتكلم واحد من ارجل الرجاله في البلد دي، مش في الرجاله دي، لا في العالم العربي. ولو بتكلم انجليزي كويس كنت قلت لك في العالم. عيد هو ده الاعلام الجديد؟ هي دي السفلات؟ كفايه كده 3 مليون جنيه بيندفع عشان نتشتم بيهم؟ ساعه الجد محدش هينفعك يا ابني. كل دي قضايا. ده انا بقول يا بابا احط امك، يا بابا يا مامي، يا بابا يا اللي احط امك، وانت نازل شتيمه فينا 24 ساعه بسفاله واجرام وكذيب. وحياه امك بقى الماده 308 من قانون العقوبات بتعاقبك بالحبس الوجوبي، وجوبي. وتبقى تيجي امك بقى تقول لي والنبي عشان خاطر الواد غلبان ومراته، والنبي ده مش عارف عنده ايه، عيان بايه، ده بيجي له حالات كده بالليل وهو نايم تبول ارادي. هخليك تتبول ارادي قريب ان شاء الله. واقعد زيد، قول زيد. نرجع لممدوح عباس. انا اتحديت امبارح انه يجي النهارده هو الولد ابنه. طبعا ممدوح عباس عنده شركه، دي هيبقى مؤتمر تاني عشان ما تركوش، عنده شركه ادويه الحقن فيها دود. الحقن فيها دود. حد عمل له حاجه؟ لا لا خالص. طيب مستولي على ارض في الساحل الشمالي. الناس دي كانت شاريه الفيلا دي، جه خدها وطرد الناس. حد عمل له حاجه؟ والناس بتصرخ كل يوم على المواقع. لا، هنعمل له حلقه خاصه لوحده. ارض عند كارفور معادي. الشباب اللي قاعد ده كله، كل الشباب ده واللي سمعنا واللي هيشوفنا، بنات واولاد، يوم يلاقي شقه 90 متر بيرقص يفرح. كل العمارات اللي جنب كارفور المعادي حوالي 300 عماره كده وكده ملكه.